سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أيضا خلال كلمته خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة، قال إن رؤية القيادة السياسية عام 73 كانت عبقرية ورؤية بعيدة جدا، واستطاعت إنها تتجاوز عصرها وظروفها والحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا. وكانت كمان بتقول انه الكلمه انه قاتلنا من اجل السلام واستعاده ارضنا، وهي دي مهمه القوات المسلحه، هي الحفاظ على اراضي الدوله وحمايه حدودها. ايضا الرئيس تحدث عن التطورات اللي بتتم في منطقتنا وقد ايه الرؤيه دي كانت شديده العبقريه. ان بعد 51 سنه القياده اللي كانت بتقود الدوله المصريه في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام نستعيد ارضنا، وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على اراضي الدولة وحماية حدودها. وده أمر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة، أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد إيه أن الرؤية ديت كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية.